إنها لحظات الوداع الأخيرة في رحلة العملاق الأخيرة على هذه الأرض، لتبدأ بعدها الرحلة التي لا تنتهي نحو دنيا الخلود. هنا أمام مستشفى بلفيو في المنصورية، الأهل، الأصدقاء وكل من أحب الفنان الكبير حضروا لإلقاء النظرة الأخيرة على النعش، فكان الوداع ممزوجا بالدموع والتصفيق على وقع أغاني الراحل. الموكب سلك طريقه من المنصورية مرورا بالمكلس حيث استوقفه المواطنون للوداع، وصولا إلى الحزمية حيث رفعت في كنيسة مروكز التي كان يرتل فيها الصافي الصلاة لراحة نفسه. وقد استقبل الجثمان أعضاء وقف الرعية وبلديتها وأخوية الحبل بلا دنس وتلامذة مدرسة مروكز وسط التلاتيل والصلوات ونثر الورود والأرز.